متواصلين معاكم في كل ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي. أهالي بورسعيد المدينة الباسلة خرجوا منذ الصباح الباكر لاختيار رئيسهم القادم 2024. الشباب والفتيات لهم دور كبير النهاردة في التوافد على المقرات الانتخابية. خلينا نتعرف أول بفتيات بورسعيد ونعرف منهم المشهد شكله عامل ازاي. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف بيك ايه بعيلة، احد كوادر العمل العام. الحمد لله رب العالمين، النهاردة يعني نسبة المشاركة مفرحة جدا ومبهجة، يعني حاجة مبشرة جدا، وده ان ده اللي دل على الوعي الكبير عند الشعب البورسعيدي. خلينا نقول ان نسبة مشاركة الفتيات النهاردة نسبة كبيرة جدا، وده ان ده اللي بيدل على الوعي ومجهود بذل من محافظة بورسعيد ومن كل الاجهزة للنزول والمشاركة. انتوا شايفين الموضوع شكله ازاي النهاردة؟ والله بالنسبة لفتيات وسيدات بورسعيد دايما بقول عليهم عظيمات مصر، دايما بقول عليهم دايما مشرفين مصر. من يومهم وهم واقفين مع السيد الرئيس، واقفين جنب البلد، دايما مقدرين للظروف وصعاب الأمور. هم اللي بيربوا الأجيال، هم المدرسة اللي فعلا بيخرج منها جيل كامل بيدعم وطنه وبيقف جنب وطنه وبيساهم بشكل كبير جدا في تطوير البلد بتاعته. فطبعا النساء ليهم دور قوي جدا، والفتيات طبعا الناشئين شيء مبشر بالخير جدا. يعني سريعا ننتقل من العنصر النسائي إلى صاحب أول توكيل للمشير عبد الفتاح السيسي وأحد الكوادر الشبابية في محافظة بورسعيد علي حسن الشهير بعلي سبايس. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا النهاردة عرس بورسعيد أحفاد 56. دايما يعني مدن خط الكنال، ونخص بالذات بورسعيد، في النزع الوطني والغيرة على تراب مصر وعلى مين يقدر يحمي تراب مصر. وانا بنتهز منبر صدى البلد في وجه شكر من اهل بورسعيد وشباب بورسعيد وكل مجتمع بورسعيد بالقرار الجريء اللي اخده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليح الجيش، اللي هو اخد قرار منفرد لصالح مصر، وكان قرار يعني 100%. وعرفنا قيمته بالأزمة اللي حصلة في الوطن العربي والمنطقة كلها حوالينا، عرفنا قد ايه الراجل دوت بيحب مصر قد ايه، ودوت اللي يعني اللي شعب بورسعيد خاصه بسبب النزاع الوطني اللي تورثناه من اجدادنا، عارفين مقدره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. علي، النهارده في ناس شككت في نزول الشباب ومشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي، النهارده شايف المشهد شكله ازاي؟ وبرضه رساله منك لشباب بورسعيد. انا عايز اشكر محافظ بورسعيد، عايز اشكر جميع الجهات، جميع يعني الاحزاب، جميع المجتمع المدني اللي هم عملوا بقالنا فتره اكتر من 6 شهور بنعمل عمليه توعيه للشباب، ويعني بندي ماده التربيه الوطنيه من ضمن في اجتماعاتنا، في ندواتنا، في ندوات الشباب، في جميع يعني في كل حاجه. وحضرنا كذا اجتماعات كتير، سلسله اجتماعات اسبوعيا في محافظه بورسعيد برئاسه محافظ بورسعيد لرجوع ماده التربيه الوطنيه داخل مبنى محافظه بورسعيد بسبب المؤتمرات والندوات اللي كان بيعملها لنا، فدوت سبب رئيسي في نزول النهارده الشباب. خلينا دايما متواصلين معاكم. سمعنا صوت المرأة في بورسعيد، سمعنا صوت الشباب والرجال في بورسعيد. على مدار الساعة ننقل لكم كل ما هو جديد وما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس مصر القادم 2024 من أرض المدينة الباسلة بورسعيد.